حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا شعبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بلحم تصدق به على بريره فقال هو عليها صدقه وهو لنا هديه وقال ابو داود انبانا شعبه عن قتاده سمع انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم